وده يخلينا برضو اسالك سؤال، انا اسفه وممكن تبقى اسئله قاسيه، يعني الاكثر عداء كانوا داخل السجن مثلا كانت قيادات الاخوان المسلمين او يعني ايه الاكثر عداء داخل السجن؟ لرموز السلطه السياسيه، لرموز الشرطه، هم قيادات الاخوان المسلمين، ولا حضرتك حسيت انه هذه الاحكام كانت فعلا لارضاء الراي العام بشكل عام مش لا هم اشتغلوها بس وراها الاخوان برضه. احنا اتحاكمنا ليه؟ احنا اتحاكمنا بسبب الاخوان برضه، هم اللي قدمونا قربان لان هو عايز يهد الداخليه. وبدايه هد الداخليه ان انا هد قياداتها، لان انا محاكمتنا تسببت. بس الأحال حضرتك للمحاكمه مش الاخوان، كان وهم الناس اللي كانوا رئيس بيروحوا الوزراء وقتها. والناس اللي كانوا بيروحوا يقفوا قدام مكتب النائب العام ويهتفوا ويهتفوا ويضغطوا على مكتب النائب العام، مين ادرى سيادتك ان مش دول اللي دفعهم طيار الاخوان المسلمين؟ اذا كان رئيس الوزراء مثلا وقتها عنده يقين ان انتم مش متورطين، يعني هو الناس اللي كانت ماسكه الحكم في هذا التوقيت كان المجلس العسكري. هل المجلس العسكري كان يقصد المساعده في اسقاط الداخليه بمحاكمه قيادتها؟ بالتاكيد لا، تاكيد لا. هي كان